مرحبا. سمحوا لي يا البنات، راه كدير 13200 درهم ليا ديال 24 خير. سمحوا لي يا البنات، راه مشى ليا اللايف، ما عرفتش كيفاش حتى تقطع. لا انا قلت لكم كنشوف، ما عرفتش اخوتي كيفاش تقطع ليا اللايف. صيفطوا لي، قالوا لي هذا راه كتبوا عليه في شارع الوفاء، راه حداك. مانيش قلت لكم هذا راه حداك غدا، ماشي غير شارع الوفاء. بها انا قلت كنشوف الفرا انا والبنات حتى ملي دخلت، قلت لك راه ماشي هي اللي كنشوف. مرحبا اختي، الله يجيب تيسير. مرحبا اختي، سمحوا لي البنات، غادي نكمل لكم دابا. كنت واقفه في الخواتم، كنت واقفه لكم في هذا الخاتم ديال جاكوار قبيله. هذا قلت لكم البنات، خاتم ديال جاكوار كيجي كيحمق في اليد، كيبقى غير 3700 درهم، اللي هي 74000 ريال. هذا كيبقى هذا الخاتم هدايا. ما تنساوش البنات بارطاجيو معكم، حيت اصلا اللايف راه مشى ليا قبيله، موفيز كونيكسيون، ما عرفتش كيفاش هذا المشكل كيوقع، كيفاش تتقطع اللايف. هذا الخاتم هذا ديال جاكوار كيبقى 3700 درهم. هذا الخاتم هذا ديال جاكوار كيبقى ب 3700 درهم، اللي هي 74000 ريال. 74000 ريال. ندوز لكم ستيلات وحدين اخرين. كاين هذا ديال هو ديال الحضور، شوفوا البنات، شوفوا البنات مزيان، شوفوا هذا الخاتم. هذا كيبقى ب 2500 درهم، اللي هي 50000 ريال. هذا الخاتم هذايا ديال الحضور كيبقى ب 50000 ريال. هذا كيبقى غير ب 50000 ريال. وكاين ستيل واحد اخر، حتى هو كيجي سامبل في اليد، كيجي كيحمق، اللي ما كيعجبهمش داكشي مشارجي. شوفوا البنات هذا الخاتم هدايا، هذا كيبقى ب 2800 درهم، اللي هي 36000 ريال. هذا كيبقى ب 36000 ريال. حيت قطع ليا اللايف، داكشي علاش غادي نعاود نقول لكم لي زارتيكل كلها، كل حاجه والبخي ديالها. غادي نبدا لكم بهذا الانصومبل هذا اللي كنت لابساه. هذا الانصومبل هذا اللي فيه لي بوكل وبيان الكولي، ما نساوش الكولي. شوفوا البنات هذا الانصومبل هذايا، حيت قطع ليا اللايف، داكشي علاش غادي نعاود نقول لكم لي زارتيكل كل حاجه والبخي ديالها. اسمحوا لي بزاف، ما عرفتش والله، هذه ماشي اول مره زعما اللي كيوقع لنا هذا المشكل، دائما كيوقع لينا هذا المشكل. هذا الانصومبل هذا اللي فيه لي بوكل والكولي، وما نساوش الخاتم، ها هو الخاتم ديالك والغوفميت. هذا الانصومبل هذا كيبقى 12500 درهم، اللي هي مليون و 50000 ريال. هذا كيبقى هذا الانصومبل هدايا، هذا اللي فيه لي بوكل والكولي والخاتم، ها هو الخاتم البنات. كيبقى اجي
هذا البنات هذا الانسومبل هدايا قلت لكم كيبقى ب 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال. هذا الانسومبل هذا كيبقى ب 1,050,000 ريال. مليون و 50,000 هذا كيبقى غير بمليون و 50,000 ريال. هذا الانسومبل غادي نوريكم هاد السلسله ديال الحضور. هاد السلسله ديال الحضور المغربيه في يدي شيماء لسانجر لسانجر. حبيبتي شيماء هاد الخاتم ديال المغرياج هذا شوفي مزيان، غادي نقرب لك شويه لاكام. واخا اختي سلمى غادي نوري لشيماء هاد الخاتم ومن بعد نوري لك تنتيه السلسله اللي في عنقي انايا. هاد الخاتم احبيبتي شيماء كيبقى ديال المغرياج كيبقى 3100 درهم اللي هي 62,000 ريال. هذا كيبقى ديال المغرياج كيبقى 62,000 ريال. الا بغيتي دوزي الواتساب، النمره ديالنا راه ايباينت لي لتحت، دوزي الواتساب ومرحبا بك. سلمى نور الدين، بشحال السلسله اللوريه اللي في عنقك؟ كتهضري على هادي ديال الراد كوختي، هادي حيت هذا كولي وهذه السلسله هادي ديال راتكو. انت شوفي شحال غليظه، شوفي السلسله دائما السلاسل ديال راتكو كيكونوا غلاضين وكيكونوا زوينين كيكونوا وزنين. صراحه شي حاجه زوينه ديال راتكو، الناس اللي كيعشقوا راتكو. هاد السلسله ديال راتكو هادي كتبقى ب 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال، وبيان بالاورو كتبقى 800 اورو. هاد السلسله هادي شوفي اخيتي سلمى نور الدين، هاد السلسله هادي كتبقى ب 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال. حنا عليك سلسه تعرف واش قوات البراسليات فوزيه فكك حبيبتي. كيمشيو باغ موديل، كيمشيو لنا باغ موديل. مش الذهب شحال وصل الجرام؟ وشكرا شرف اليتو، شرف اليتو خويا شرف. الذهب دابا ديال 18 كاره كيبقى الجرام كيبقى 800 درهم الجرام، كيبقى 800 درهم الجرام. ما تنساوش البنات عافاكم بارطاجيو اللايف ديالنا ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم، الناس اللي عزازين عليكم واللي كتعرفوهم، باش تبقى طلع عليهم يبقى طلع عليهم نوتيفيكاسيون كل نهار، حيت حنا شاك جوغ كنديرو لي لايف. واللي بغى شي حاجه مرحبا به في المحل ديالنا، ولا كان ماشي ما كيتواجدش في مدينه فاس، حيت حنا كنتواجدو في مدينه فاس. ديال اختي شحال السلسله ديال شكرا فوزيه فكك. مرحبا اختي الله يودي، مرحبا. حتى اللي عنده شي تساؤل واحد اخر مرحبا، راه حنا كنجاوبوا على جميع الناس جميع الاسئله كيف ما كان السؤال ديالو كنجاوبوا عليه. واللي بغى شي حاجه وفي لي زارتيكل وما كنتش عارضاهم اليوم مرحبا، غادي نوريكم براسليات وحدين اخرين. مليون واش ديما بيضة ديما ستيشة ديما ستيشة هو اصلا اوفا. مليون واش 50,000 ريال، 12,000 500,000. غادي نوريكم براسليات وحدين اخرين البنات، شوفوا البنات براسليات وحدين اخرين، شوفوا كي دايرين هادو، هادو تري شيك. بغيتي تلبسيهم شاك جوغ، هادو اصلا كيتلبسوا ديال شاك جوغ، شي حاجه طوب وزوينين. شوفوا لي كولور اللي فيهم، شوفوا كي دايرين. هذا اللي في بيض فهو الذهب الابيض، واللي داير به كله ذهب صفر، شي حاجه ديال الحجوجي. هذا كيبقى هادو البراسليات هادو ثلاثه
كيبقاو 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال. 1,050,000 ريال 12,000 ريال اختي 12,000 حبيبتي هاد البراسليات هادو كيبقاو ب 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال. ها نتوما البنات شوفوا مزيان. عبد الملك شامروك شحال اخيتي الغرام؟ عبد الملك اخويا الغرام الذهب كيدير دابا ديال 18 كاره 400 درهم كيدير 400 درهم هذا كيدير 400 درهم من ساعات كنجيو كنبان ديما كنتصور بشحال براسي ديال الكلو واش ممكن نشوفو حبيبتي يلاه كاتيني صراحه دابا المشكل كنت غاده في اللايف مزيان واحد شويه هو تقطع لي اللايف داكشي علاش مشى اللايف. الا بغيتي شي حاجه راه البراسليات ديال الكلو ولا دخلي الواتساب صيفط لي ميساج نصيفط لك التصاور ديال البراسليات ديال الكلو والبري ديالهم راه النمره ديال الايبانك اللي لتحت 0612724979 اللي بغى شي حاجه يدوز الواتساب عفاكم راه حنا كنجاوبوا لجميع الناس اللي كيصيفطوا لنا كنجاوبوهم بدون استثناء. 15,100 درهم قولي 15,000 درهم. شحال اختي داير لها الساعة ذهب الكراه؟ الياس زوين خويا الياس عفوا خويا الياس الذهب دابا داير 400 درهم الكراه الذهب ديال 18 كارا حنا كنديرو الذهب ديال 18 كارا بشحال البراسي ديال الكلو ممكن بشحال تحياتي من برشلونه ربي يخليك حبيبتي تنتي تحياتنا ليك الناس ديال برشلونه اللي كيتابعونا الناس ديال الخارج وانا تحيه ليك كنعطيك التحيه من لهنا من المغرب لبرشلونه احسن موديل عندك وسيفي شنو هو الفرق بين الذهب الاصفر والابيض الذهب الاصفر اشرق ام اشرق وسيف الدين حبيبتي كاينين هذا كاين هذا الختم ديال المغرب هذا شي حاجه سامبل وبسيطه وعلى قد الحال زعما البري ديالو جد مناسب يعني اللي باغي شي حاجه المونطون اللي على جهده كل واحد وكيفاش كيبغي داكشي شي حاجه بسيطه هذا كيبقى غير 3100 درهم اللي هي 62000 ريال بالاورو كتبقى 310 اورو هذا كيبقى ب 310 اورو سعيده فدوى شحال البراسلي ديك اختي هادو تم فورما ديال البراسليات هادو اختي هاد البراسليات هادو احبيبتي مرحبا اختي هاد البراسليات هادو كيبقاو 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال هادو سمحوا لي دوش عليا كنحاول كنمشيو هاد البراسليات هادو كيديروا 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال. ما تنساوش البنات بارطاجيو معنا لي لايف ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم باش يشوفوا لي لايف ديالنا. الخاتم ديال الخطوبه شحال حمزه الادريسي خويا كاين هاد الخاتم هدايا انت شوف هذا ديال الخطوبه شي حاجه زوينه ديال المغياج فن والطب هذا يا خويا حمزه الادريسي كيبقى غير 3100 درهم اللي هي 62000 ريال 3100 درهم هذا الخاتم ديال المغياج هذا كيبقى كيبقى 62000 ريال اللي هي 3100 درهم كريم لا خطك خويا كريم شكرا بزاف على الكومنتير ديالك شي حاجه ديال الخطوبه خفيفه حبيبه زينب نيغرو نيغرو مرحبا بك خيتي زينب نيغرو مرحبا بك هذا شوفي حبيبتي هذا ديال المغياج واش يعجبك وكاين شي ستيلات ديال المغياج شوفي هذا حبيبتي هذا داير ب 3100 درهم اللي هي 62000 ريال غادي نكمل لكم على الخواتم ديالك مروان جدي شحال اختي الغرام خويا الذهب دابا داير 400 درهم الغرام
داب ديال 18 كار غنوريكم واحد الخاتم اخر ما باقي نكمل لكم خواتم. شوفوا البنات هذا الخاتم هدايا 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. خاتم بسيط وسامبل العشاق الناس اللي كيعجبهم شي حاجه خفيفه في اليد ومن ما مشغلياش داكشي سامبل وبسيط. هذا كيبقى غير ب 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. بالاورو كيبقى ب 190 اورو. 190 اورو هذا كيبقى غير ب 190 اورو. شوفوا الناس حلوه. نكمل لكم على الخواتم. شوفوا هذا عاوتاني هذا الستيل هذا ديال الخواتم. غادي نجي ان شاء الله في المكان بلاصه فاس سعيد ماروك. غادي نجي نتقدم عندكم ان شاء الله فين كاين بلاصه فاس. خويا مرحبا بك خويا سعيد الله يهدي المحل ديالك. حنايا كنتواجدوا في مدينه فاس طريق صفرو نارجيس حدا كاش بليس بالضبط. دوز الواتساب الى قلت لك هادشي بالزربه دوز الواتساب خد النمره ديالنا راه ايبانك لي لتحت ودوز الواتساب نصيفط لك الكارت كارت فيزيت مصوره تماك العنوان الطاكسي تجيبك حتى حدا المحل ان شاء الله بحول الله. بغيت نشري احمد فالو الله يهدي اخويا مرحبا بك. شنو بغيتي شي حاجه بغيتي تشري شي حاجه مرحبا بك. النمره ديالنا ايبانك لي لتحت 06-61-24-79. هودي 400 درهم الجرام ديال الذهب ديال 18 كاره بالضبط 400 درهم اللي هي 2000 ريال ديال الذهب ديال 18 كاره. اسيا اللوبخي حبيبتي فاش بغيتي اللوبخي زعما واش الخواتم ولا البراسليات وبيان الكورميطات قولي لي شنو بغيتي بالضبط وانا نقول لك البخي ديالك. شوفوا البنات نكمل لكم على هذا الخاتم هذا ديال الحضور. هذا كيبقى ب 2300 درهم اللي هي 46000 ريال. البنات ما تنساوش البنات بارطاجيو معنا ماكسيمو. هذا كيبقى ماكسيمو هذا كيبقى ب 46000 ريال. هذا كيبقى غير ب 46000 ريال. هذا الخاتم هذا كيبقى ب 46000 ريال. ماما عجبتها بزاف. نزيد نكمل لكم على هذا لي بوك على هاد لي باك. شوف هذا ما تخليش في يديك شويه وقيله يدي ولا الطاي ديالو صغيره جو سي با. هذا كيبقى ب 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. هذا كيبقى ب 36000 ريال. بالنسبه للطاي سنتيمتر سنتيمتر وداكشي الجرام داكشي كلهم دوزوا الواتساب البنات وتعطينا الطايل ديال يدها وهي كنعطيها الخاتم هو الطاي ديالو. غادي نكمل لكم على هاد الخواتم. هادو شوفوا البنات هذا عاوتاني خاتم زوين. بغيت ناجي ناجي السلام عليكم. السلام خويا ناجي مرحبا بك الله ديالنا بشحال الخاتم اللي في يديك. سعيد نوال خويا واش اين خاتم بالضبط بغيتي واش ديال المغياج؟ هذا هذا الخاتم هذا ديال الحضور كيبقى صفر والله كيبقى ب 1900 درهم اللي هي 58000 ريال. هذا ثمن جد مناسب جدا للناس. هذا كيبقى غير ب 58000 ريال. هانتوما شوفوا البنات شحال كيحمق شحال السامبل كيجي كيحمق في يد البنات. هذا كيبقى غير ب 58000 ريال. وشوفوا واحد الخاتم واحد اخر ديال الخمسه انتم شوفوا مزيان. هذا البنات حتى هو شي حاجه تري شيك كيجي زوين في اليد شي حاجه سامبل الناس اللي كيعجبهم داكشي سامبل. هذا كيبقى ب 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. هذا كيبقى ب 34000 ريال. وبيان بالاورو كيبقى 170 اورو. وبيان بالاورو كيبقى 170 اورو. شكون اللي حسن الذهب التركي ولا مروان جدي خويا بالنسبه لي انا الذهب احسن ذهب هو الذهب ديال الحجوج. بالنسبه لي الذهب احسن ذهب الذهب ديال الحجوج. تفاءلوا بالخير تجدوا البراسليات اللي في يدك شحال الواحد ياسين شي براسليات عندك؟ انا براسليات
وكانوا هادو اللي في يدي ديال قبيله ولا عرفش براسي اسمو واش بغاو هادوك قالوا لي الاخوان اللي كانوا في يدي هادوك اخويا انا حيدتهم لواحد السيده كانت بغات تشوفهم انا نوريكم راني عارفه هادو كنت لابساهم قبيله اخويا فينا هو تفاؤل خيتي تفاؤلوا بالخير تجدوه وبيان خويا ما عرفتش هادو كيبقاو ب 12500 درهم ليا مليون 50000 ريال شوفوا هاد البراسليات كيجيو كيحمقوا في اليد انا غير رجعتهم حيت واحد السيده كانت باغا تشوفهم هادو كيبقاو ب مليون و 50000 ريال هاد البراسليات هادو شي حاجه طوب فيه الذهب الابيض والذهب الاصفر بالموضه ماشي هانتوما شوفوا مزيان البنات كنتمنى يكون هادشي كيبان لي فطلقه مزيان هذا كيبقى هاد البراسليات هادو كيبقاو ب 12500 درهم ليا مليون 50000 ريال شحال جمعتي شحال دايره انا جوا بخياتي خيتي نجوى بخياتي هانتي كاينه هاد السلسله ديال الحضور فيها هاد البوندونتيف هادي زوينه وهاد لو بيغ هاد الحجيره وغوج هنايا شوفي مزيان شي حاجه زوينه وبليضه واعرة كتجي في اللبسة خيشيك انا لبسة غير جديدة باش كتجي في اللبسة كتجي حتى تكوني لابسه هكا شي لبسه زوينه وانيقه وتكوني لابسه تكون عاطيه العين وباينه هاد السنين حبيبتي ديال الحضور كتبقى ب 10500 درهم 10500 درهم 10500 درهم اللي هي مليون و10000 مليون و10000 ريال مليون و10000 ريال مليون و10000 ريال مليون و10000 ريال شكون احسن بالذهب سامية بالنسبة لي حبيبتي أحسن ذهب هو الذهب ديال الجوج شي حاجة زوينة ما كيكحل ما والو كيبقى كما كنقول لك كيبقى على طبيعته كيبقى كما هو ما كيتبدل ما حتى شي حاجة اللون ديالو كيف ما كتشوفي ما هذا الخاتم هذا اللون ديالو صفر هكايا وخا دوزي به كاع واحد دوزون كاع غادي يبقى اللون ديالو هو هذاك تشقاي به اي حاجه غادي يبقى اللون ديالو هو هذاك هذا هو الذهب بالنسبه لي الذهب اللي زوين سيبو بي ورينا لي باك زعما انتي كتعرفني لي بابيو ديال لي ماريا اي هي ديال بحال شي راه العربون هذا مرحبا خيتي موكادون موكادون يا موكادون خصني نقص من الناس خصني نعرف علاش نقص كاين اختي هذا ديال المغياش شوفي هذا ديال المغياش خاتم ديال المغياش فيشيك وشي حاجه زوينه وثمن جد مناسب جدا هذا كيبقى ب 3100 درهم اللي هي 62000 ريال هذا كيبقى غير ب 62000 ريال هذا كيبقى غير ب 62000 ريال حاجه اللي ما دوخيني ما ولا هذا كيبقى غير ب 62000 ريال لا حاجه شحال دايره ديك السلسله الطويله ديال الحضور الزين ناريف الزين ناريف مرحبا بك اختي الزينه الزيونات مرحبا بك هذه السلسله ديال الحضور هذه هي والبوندونتيف ديالها كتبقى ب 10500 درهم وبيان الا كنتي باغا غير السلسله بوحدها بلا بوندونتيف لا والو غير السلسله هذه شوفي السلسله شحال عريضه وشحال طويله وزوينه هذه بوحدها كتبقى 6000 درهم هذه بوحدها كتبقى 6000 درهم اللي هي 120000 ريال هذه كتبقى غير ب 6000 درهم اختي داك السلسله ديال الحضور شحال دايره النجوى اختي نجوى هذه ديال الحضور السلسله كلها بالبوندونتيف بالتعليقات زعما وبالسلسله كلها كتبقى ب 10000 كتبقى ب 10500 درهم اللي هي مليون و 10000 ريال ولا كنتي باغي السلسله بوحدها بلا تعليقه بلا حتى شي حاجه كتبقى ب 6000 درهم اللي هي 120000 ريال هي السلسله بوحدها بلا تعليقه بلا حتى شي حاجه كتبقى ب 6000 درهم اللي هي 120000 ريال فاطمه رحل عندكم صداع حبيبتي كيدخلوا لي كليان وداكشي معاك كيهضروا شويه الصداع لا هي القياس ورينا اختي لي كورميت ديال الحصيره طبيعه الحال حبيبتي مرحبا مرحبا والف مرحبا بنتي خديجه كاينه هاد الكورميت هادي شوفي مزيان انا نقرب لك شويه لاكان هادي ديال الحصيره شي حاجه
خيتيك وخي طوندونس زعما ديال الحصيره شي حاجه زوينه ديال رافينيتي. انت شوفي اخيتي هذه هي ديال الحصيره وفيها التعليقه هذه ديال الخميسه بالهنايا. هذه ديال الحصيره كتبقى ب 6500 درهم اللي هي 130000 ريال اللي هي 130000. هذه كتبقى ب 6500 درهم اللي هي 130000 ريال. الى بغيتيها حبيبتي دوزي الواتساب راه النمره ديالنا ايفينغ ديال تحت رانا كنجاوبوا على جميع لي كليون. اي كيسيون كان عندك بغيتي تعرفي شي حاجه فين كتواجد المحل ديالنا راه في مدينه فاس. اي حاجه مهم اي حاجه بغيتيها دوزي عندنا الواتساب رانا كنجاوبوا جميع لي كليون سواء شريتي سواء ما شريتيش. صباح شكرا خويا الله يخليك. الخاتم ديال الخميسه شحال الثمن؟ لا شحال واجب خويا. هذا الخاتم ديال الخميسه رضوان زيد خويا. هذا الخاتم ديال الخميسه هذا شوف مزيان شي حاجه زوينه فهاد لوبيغ هاد الحجيره اللي هنايا في الوسط زوينين. هذا كيبغى غير 34000 ريال. الف بغيت نشوف واحد ألف ألف وسبعمية درهم هي 34000 ريال. بغيتيه أخويا مرحبا على الرأس والعين. راه النمرة ديالنا إبانك لي لتحت مرحبا بك وألف مرحبا. هذا كيبقى غير 34000 ريال. هذا الخاتم هذا ديال الخميسة كيبقى ب 34000 ريال. نوريكم ستيل واحد اخر اخويا نوريكم ستيل واحد اخر الا كنتي باقي معانا في الخواتم غير هذا ديال الخميسه. كاين هذا الستيل هذايا الا بغيتيه خويا رضوان زيد. كاين هذايا شوف اخويا هذا الستيل عاوتاني زوين ستايل زوين. هذا كيبقى غير ب 2800 درهم اللي هي 56000 ريال. ثمن جد مناسب البنات والله يا ثمن جد مناسب وبخي شيك في اليد. هانتوما شوفوا كيبان زوين في اليد. هذا كيبقى غير ب 56000 ريال. هذا الخاتم هذا لي باك هذا كيبقى غير ب 2800 درهم هي 56000 ريال. حبيبتي كلتي بزاف فينا تزيدها لي. وكاين هذا شوفوا البنات هذا الستيل هذا على شكل وريضه. هذا البنات هذا واحد الخاتم زوين هانتوما. هذا كيبقى غير صراحة ثمن جد مناسب للبنات هدايا. هذا كيبقى غير 30000 ريال اللي هي 1500 درهم. هذا الخاتم هذا كيبقى هانتوما البنات شوفوا كيبقى 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. اللهم يسر لي طريقي. بشحال الغرام الغرام القديم؟ 350 نخليها 350 درهم خويا القديم. الجديد 400 درهم. زيد كمان ليكم على هاد الخواتم هادو. سلام صفا ايوب الدركاوي مرحبا خويا ايوب. لا بس الحمد لله الله يطول فيك بخير نورتي اللايف ديالنا. هذا الخاتم هذايا كيبقى ب 2300 درهم هي 46000 ريال. هذا كيبقى غير ب 46000 ريال. هذا الخاتم هذايا ديال الحضور كيبقى ب 46000 ريال. احمد حسن الكباشي شكرا خويا احمد على الكومنتير ديالك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام خويا جلال. وعليكم السلام مرحبا بك في اللايف ديالنا. شوفوا البنات نكمل لكم على هاد السيرة ديال الخواتم. شوفوا هذا الخاتم هدايا هذا كذلك خاتم زوين ثمن جد مناسب اللي كيبقى ب 2400 درهم. كيبقى غير ب 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. اللي هي 48000 ريال. نشوف نقرا لكم الطير شحال البراس لي سامبل يبغى لي سامبل. كاينين حبيبتي هاد البراسليات هادو شوفي كنت قبيله دايرهم في يديا يا ابغي حيدتهم منين واحد السيده كانت باغا تشوفهم. شوفي هاد البراسليات اخيتي حتى هادو سامبل ما فيهم لا حجر لا حتى شي حاجه ما تخافي منهم لا والو ديال شاك جو كيجيو كيحمقوا في اليد. هانتي شوفي حبيبتي يعني فيما خرجتي ديرهم ماشي بالضروره تكون شي سواغي شي مناسبه شي هكا شي عرسيه عاد تلبسيهم. هادو بغيتي تلبسيهم هما كيمشيو بثلاثه هادو يعني ما يمكنناش نفرقوا غدا على وحده كيمشيو بثلاثه. انت شي كيبقى الراي ديالك يعني قلنا بغيتي تلبسيهم كل واحد بوحدو بغيتي تلبسيهم ثلاثه هادو
ديال شي الجرم يجيو كيحمقوا هادو كيبقاو 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال هادو كيبقاو غير 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال بغيتهم احبيبتي بغيتيهم احبيبتي دوزي الواتساب النمره ديالنا راه ايفان لي تحت حنا كنجاوبوا على جميع لي كليون ديالنا اذا بون بون نشوفوا الدوك صافي واخا نشوف فين درتو لا كنت صافي ندير هاد الخواتم اللي كديرهم قبيله قبل ما تقطع ليا اللايف حيت راه تقطع بغيت نقطع ليا اللايف ان شاء الله داكشي كامل وليت كنعاود من الاول سلمى نور الدين شحال الماغياج اللي في يديك مرحبا خيتي سلمى نورتي اللايف معانا حبيبتي هذا ديال الماغياج كيف ما كتشوفي هذا كيبقى ب 3100 درهم اللي هي 62000 ريال وبيان بالاورو كتبقى 310 اورو هذا كيبقى 3100 درهم اللي هي 62000 ريال هادوك الطوانيك شحال الله يخليك بوشعيب حجوج خويا بوشعيب هاد الحلقات هادو هاد لي بوكل هادو انت يا خويا شوف مزيان هاد لي بوكل هادو ما كيمشيوش بوحدو هادو كيمشيو اونصومبل هما والكولي والخاتم وما نساوش الكوغميت هادو الكوغميت والخاتم ولي بوكل والكولي هادو كيمشيو اونصومبل وهاد الاونصومبل هذايا كيبقى 12500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال اللي هي 1,050,000 ريال الصحراوي المغربي شحال شراف الرجاوي شحال الاونصومبل خويا الاونصومبل هذايا ها انت كتشوف شي حاجه تري شيك كيجي واعر يعني هكا يتلبس في شي سواغي وبيان حتى مثلا ها لي بوكل هادو يتلبسوا من غير يكون شي سواغي والخاتم وحتى حتى الكوغميت يعني دابا شي حاجه ديال الجوك عندك كما كنقولوا ضرب عصفور بحجرين واحد عصفورين بحجرين واحد يعني تلبسيهم منين تكون شي مناسبه منين تكون هكا خارجه هكا على غدا في غدا شي حاجه مثلا غير هكا خدامه ولا شي حاجه راه يصلحوا ليك في اللبسه الخاتم وهذه والكوميت راه كيصلحوا في اللبسه ماشي بالضروره حتى تكون شي صلاغي عندك بغيتو نتايا يكون عطيني كما قلت الصحراوي المغربي اختي السنسله اللي في عنقر خويا عندي جوج سنسلات كاينه وحده ديال راتكو كاينه هذه ديال راتكو وكاينه هذه ديال الحضور الا كنتي كتبيع على هذه السنسله ديال الحضور هذه كتبقى ها انت خويا شوف مزيان شوف التعليقه شوف التعليقه شحال زوينه والسنسله هاد البوندونتيف السنسله المهم هاد البوندونتيف والسنسله كلها تعلقه كلها كتبقى ب 10500 درهم اللي هي مليون و10000 ريال مليون و10000 ريال شحال الطريق احبيبه اللهم يسر لي طريقي حبيبتي الذهب الاخضر كيدير 350 درهم وبيان الذهب الذهب العام الجديد كيدير ب 400 درهم تقدر نجربو انت ظلا كلشي تيجي معاك الكوميت شحال غرام اكرام مرحبا بك حبيبتي اكرام هلا خطك عليا على هذا الكومونتير الزوين انا يا بلا بكم حتى شي حاجه نتوما هما اللي كتنوروا اللايف معايا وبلا وجود ديالكم ما غادي يكون والو هذا حبيبتي اكرام عفوا سميتي ليا الكوميت الكوميت شحال داير الكوميطه واش كدوي لي على هذه ديال راتكو الا كنتي حبيبتي اكرام الكوميط شحال داير الا كنتي كدوي لي على هذه الكوميطه ديال راتكو فهذه كتبقى 8000 درهم اللي هي 160000 ريال هذه ديال راتكو كتبقى 160000 ريال شوفي شحال ثقيله وشحال عريضه هانتي دايزه كلها غليظه من لهنايا انت شوفي هذيك كتبقى 160000 ريال ولا كنتي كدوي لي على لي كوغميت ديال اليد ها انت شوفي حبيبتي كاينه هذه كاينه هذه ديال الحصيره كاينه هذه ديال الحصيره كدير صافي الا كنت غادي نبيعها استغفر الله 6500 درهم اللي هي 130000 ريال هذه ديال الحصيره شوفي في هاد التعليقه من اللور ديال الخميسه شي حاجه زوينه هذه ديال الحصيره الكورميت ديال الحصيره كتبقى ب 6500 درهم اللي هي 160000 ريال وكاينين هاد لي كورميت هنايا المهم وصلنا على نهايه اللايف
كنشكركم بزاف البنات صراحه. ما بغيتش حيت تقطع لي اللايف قبيله وما بغيتش نقفل اللايف، قلت ضروري نولي ندوي معاهم نقول لهم راه انا ما تقطعش لي اللايف غير هكاك وصافي، راه موفيز كونيكسيون. داكشي علاش بغيت نعاود نقول لكم هانتوما البنات هذا الشيء، هادو هما لي زارتيكل اللي عرضناهم اليوم. الا عجبتكم شي حاجه دوزوا للواتساب، راه النمره ديالنا ايبانغلي لتحت 06 61 24 79 06 61 72 24 79. البنات تهلاو ليا في راسكم ان شاء الله، وان شاء الله كنضرب لكم موعد اما انا ولا رحاب في اللايف واحد اخر ان شاء الله. يلا السلام عليكم.